إذن لا يوجد مشترين. البائع فقط. هاي أنت، ضع كل الأشياء اللذيذة في الكيس بسرعة. هاي لا، أخرجي من هنا الآن. أوي. أنت تتحدث بوقاحة شديدة مع صديقتي. سأقوم بربطك بحبل وسأخذ كل الأشياء اللذيذة. عمل ممتاز جين. دعينا نأخذ كل الحلويات. النجدة، أين الشرطة عندما نحتاج إليهم؟ لدي فكرة، سأتصل بالشرطية وستأتي بسرعة. ارفعوا أيديكم وابقوا في مكانكم. أنا الشرطية صوفي وسوف أعتقلكم جميعاً. أخيراً قبضت على لصوص الحلوى المشهورين. سأخذكم إلى السجن. لا، انزلقت بالحلوى. أيها المجرمون، إلى أين هربتم؟ هاي قفي، أمسكت بواحدة على الأقل. لن تذهبي إلى أي مكان. هيا إلى السجن. ربما يمكنك السماح لي بالمغادرة. لن أكل الحلوى مجدداً. لقد أمسكت بسمنة فقط، ولكن أنا حرة ولدي الكثير من الحلوى. يا له من فلاش ساطع. أخيراً أنت خلف القضبان أيتها المجرمة. أتمنى أن تستمتعي معنا. من يستمتع هنا؟ الحلويات فقط تجعلني سعيدة. هذا سجن، الحلويات ممنوعة. من يصدر هذه الضوضاء؟ أيتها الشابة، ما الذي تفعلينه هنا؟ إنها لا تستطيع سماعي يا فتاة. هي، أحتاج لتفتيشك. ما الأمر؟ لقد جئت للتنظيف. التفتيش مجدداً. حسناً، ألقي نظرة، هل تري لا شيء؟ شكراً، جعلتني أطفئ الموسيقى. هي سامانثا، مرحباً، أحضرت لك بعض الحلوى. أتريدي؟ إنها ممسحة حمار ميلادية، ستعجبك. واو، هذا لذيذ جداً، شكراً لك. ممتاز، وعليك أيضاً تجربة هذا. لن أشرب ماءً قذر. ماذا يوجد هناك؟ هذه كولا، إذن بالطبع سأشربها دون تردد. ألذ ماء تنظيف في العالم. شهي، هاي اهدئي وإلا ستأتي الشرطية. سماذا، توقفي. ما هذا الضجيج؟ سأتحقق من عاملة التنظيف. ماذا تفعلي؟ كيف تسمحي لنفسك تطعمين سجين الحلوى؟ اخرجي من السجن الآن. هاي، ماذا ترمي؟ لقد ارتديت الزي الآن. انتهى الأمر، الآن ستذهبي إلى السجن. أنا حقاً أريد أن أكل شيئاً ما. طاهٍ، مرحباً، هل لدينا شيء لذيذ على الغداء؟ بالتأكيد لدينا حساء الشوفان اللذيذ. أنا أطبخ منذ الصباح. لا أريد، خذه بعيداً إلى السجناء. أنت لا تعرفي عن ماذا تتخلي، لكن لا بأس، الآخرين سيحصلون عليه. سامانثا، أحضرت لك شيئا لذيذا. ماذا يوجد؟ هل أكله أحد ما قبلي؟ لن ألمسه. هل هناك شيء لذيذ؟ واو، تمكنت من جلب الدونات، رائع. وهذا الشارب يليق بك، لكن بدونه أنت أفضل. أعطني الدونات. لذيذ، يعجبني، أنا أعشقهم. نعم، شيء جدا، شكرا. نعم، هذا مدهش. ماذا؟ هذه رائحة الدونات المفضلة لدي. أنا بحاجة لأكلهم. أنت تطعمين السجين الدونات اللذيذة؟ هيا أغربي عن وجهي. هي، أين تضع يديك؟ سأخذ هذا. خير، جئت لعلاج السجينة. أحتاج إلى إعطائها حقنة. دعيني أدخل. ربما علي إعطائها لك كأجر وقائي. انتظري، إنها إبرة صغيرة. لقد نجحت. علي الذهاب إلى سامانثا الآن. سامانثا عزيزتي، أنا آتية. مرحبا. قفي، أنا لست مريضة. جين، أحضرت لي بعض الحلوى. ما هذا؟ قطار الدواء، إلى أين تؤدي؟ إنها كولا، دعني أتذوق الآن. هذا طيب، وماذا يوجد في الحقيبة؟ واو، كمية لا تصدق من الحلويات. أسرعي وأعطني بعض الشوكولاتة. كم اشتقت إلى السكر، مدهش، لذيذ. نعم، هذا لذيذ. لقد فقدت وعي. حسناً، أين ذهبت الطبيبة؟ سألقي نظرة. ما الذي تفعلينه هنا؟ تجلبين الحلوى لسامانثا مجدداً؟ إلى متى ستفعلي ذلك؟
حسناً، لم أنجح في إمساكها، سأخذ كل شيء. من هذا؟ سيدة عجوز، ماذا تفعل هنا؟ قفي، تحتاجي إلى المرور عبر التفتيش. لحظة، أنا أزور حفيدتي سامانثا، إنها في السجن، دعيني أدخل. لدي بعض الهدايا، إنها خضروات من حديقتي. لماذا تعبسين هكذا؟ هذا البروكولي زرعته بنفسي. اللعنة، ستصل إلى الحلويات. أوه، قلبي يؤلمني، علي الدخول إلى حفيدتي بسرعة. ممتاز، لقد ذهبت. أنا آتية إلى سامانثا. هي سامانثا، استيقظي، ليس لدي الكثير من الوقت. من الذي يصدر ضوضاء هكذا؟ أوه جدتي، ما الذي تفعلينه هنا؟ كيف عرفت أنني هنا؟ إنها أنت جين، مرحبا. هل هناك دفعة جديدة من الحلويات؟ خضروات؟ لكن وراءهم كنز. ممتاز، دعني أتذوق حالا. هذا لذيذ، أعطني. كلي بحذر. لقد اتصلت بالطبيب، ما الذي تفعلينه هنا؟ فهمت، أنت تجلبي الحلوى للسجين طوال اليوم، اخرجي من هنا بسرعة. آسفة يا طبيبة، هذا لك. أيتها السيدة العجوز، قفي. الآن سأتظاهر بأنني مطهر للحشرات، ستصدق إذا رأت اثنين من الصراصير على الأرض. ممتاز، اهربوا يا صغاري. ما هذا الذي يزحف على ساقي؟ لا، يا له من صرصور ضخم، يا أمي أبعده عني، ساعدوني. هل تحتاجي إلى المساعدة؟ أنا مستعدة لقتل جميع الصراصير، دعونا نرش المبيد. هناك واحد على رأسك، أنا بحاجة لرشه حالا. نجحت. من المستحيل التنفس هنا. مرحبا سامانثا، هل تعرفت علي؟ أنا جين، وأحضرت لك مجموعة من الحلويات اللذيذة لنتناول وجبة خفيفة. هيا بنا. واو، الكثير من الحلوى، أحتاج إلى تجربة كل شيء. أعطني بعض اللذاذة. هذا لذيذ، أريد أكثر وأكثر. شكرا لك جين. هل غادرت مطهرة الحشرات بالفعل؟ لا توجد رائحة، علي التحقق من السجناء. ما هذا الضحك؟ ما الذي تفعلونه هنا؟ تأكلون الحلويات؟ أنت أتيت لتسميم الصراصير، حان الوقت للقبض عليك. لن تهربي إذا قيدتك. لا، لكنني سأصل إليك بكل الأحوال. خدعتك. هذه الحلوى لي. بيو بيو، لن يمر أي مجرم من هنا. هاي، من أنت أيضاً؟ ولماذا أتيت إلى السجن؟ أنا فنان شهير، اسمي روماريو، جئت لأرسمك، اسمح لي أن أرسم صورتك. قفي من هنا من فضلك. وها هي أدواتي، أحضرتها معي. أيمكنك أن تجيري رأسك إلى هنا؟ ممتاز، بروفيل مثلي. هاي توقفي، لا يمكنك أن تجيري رأسك أو تتحركي، وإلا الصورة لن تكون دقيقة. أحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض لحظة، لكن لا تتحركي. هاي سامانثا، جلبت لك حلويات جديدة. لم تتعرفي علي، هذا أنا جين. مظهر الفنان الرسام يليق بي، لكنني أحضرت لك شيئا لذيذ. هذه أوراق صالحة للأكل. واو، كيف هي صالحة للأكل؟ هل تري؟ الآن سأكل الورقة بالكامل. لدي أوراق وأيضاً ألوان، إنها صالحة للأكل أيضاً. هذا الشهيد، والآن سأعطيك لكي تتذوقي. حسناً. واو، هذا لذيذ حقاً، يعجبني. ولكن كيف ستكون الألوان صالحة للأكل؟ سأتذوق. هذا شهي. يوم يوم شهي، لدي كل مستلزمات الرسم صالحة للأكل. هذا وهذا وحتى الأقلام. واو، ما الأمر؟ أين الفنان؟ هل رسم أي شيء؟ هذا الرعب، إنها ليست رسمة، أنا بحاجة للعثور عليه.
آه أنت ذا؟ هل تأكل الحلويات؟ لقد أمسكتك. أنت ذاهبة إلى السجن بالتأكيد. ارفعي يديك، أنا مسلحة. توقفي، هذا مهين. لقد طلبت منك عدم التحرك. الآن علي الهرب. أوه نسيت قبعتي. وداعا. لقد خدعتني مجددا. سوف أقبض عليك. أوه لا، أنا أسقط. سأمسك بك يوما ما أيتها المشاغبة، ولكن أنا بحاجة للراحة الآن. هاي، مرحبا زميلتي، أنا هنا لأحل محلك. انتهى وقت ورديتك، عليك الخروج. اسمعي، لا أريد أن أخبرك الكثير الآن، جئت للمساعدة. اذهبي واشربي الشاي أو أي شيء آخر. هيا هيا. ها، لقد نجحت، والآن إلى سامانثا. هاي أيتها السجينة. نعم نعم، أنا هنا، أنا آتي حالا. ما الأمر؟ أوه لماذا تخيفينني؟ هذا أنت جين، لقد خفت بالفعل. أحضرت لي الحلوى. واو ممتاز، هل هذه شوكولاتة؟ رائعة، إنها لذيذة جدا. ولدي شيء آخر لك، هذا حزام مرميلادي، تذوقي. هيا لا تقلقي، كنت أعلم أنك ستحبيه. أنا مهووسة بهذا المرميلاد اللذيذ. نعم إنه شهي جدا. ها، هل كان لدي زميل عمل من قبل؟ لا، أنا أعمل هنا وحدي. هذه بالتأكيد نفس المشاغبة. قفي، لقد أمسكت بك أخيرا. تريدي إدخال الحلوى والهرب مجددا؟ لا، ستدخلي إلى السجن الآن. لا ليس هذا. آمل أن تستمتعي هنا.